الشيطان التبشيري في الفضائيات ربنا قال ايه؟ ليجعل ما يلقي الشيطان ايه بقى ايه؟ الشيطان اللي هو اي فضائية بتشككك في القرآن ربنا قال ايه؟ يا حبيبي انا اللي سايبها، انا اللي سايبها عشان اختبر العباد ازاي؟ ليجعل ما يلقي الشيطان اللي هو الشيطان سواء كان انسان او جنة فتنتان للذين في قلوبهم مرض. يبقى اللي عنده مرض اللي هو بيعبد الله على حرف، ايه؟ بيعبد الله على حرف يقوم سايب الاسلام ويمشي. فتنتان للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فلو حد شككك في القرآن وانت اهتزيت بسهولة دون ان تكون ثابتا، يعني انت معناه ان انت مش عارف ان النبي محمد كان صادق. يعني انت مشكلتك مش مع القرآن، انت مشكلتك مع اللي جاب القرآن اللي هو النبي في الحقيقة. ان انت يوم ما تشك ان ده كلام الله يبقى انت بتقول محمد كان كذاب، ودي هي الخطورة. احنا نثق في محمد ابن عبد الله كما وثق فيه اهل بيته اهل الطهر والعفاف ثم اصحابه الاجلاء الذين بقوا على العهد وكانوا مع التعاليم التي انزلها الله وقررها رسوله. فالناس دولت كانوا يثقون في النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم مع اهل البيت اللي هم، يعني لو انت بس اكتفيت علي بن ابي طالب اللي هو مدرسه الطهر والعفاف، لو ما عندكش الا علي بن ابي طالب بس، لو علي بن ابي طالب بس لازم تقول ان محمد صادق. ما دام محمد قال نبي محمد نبي يبقى صادق صادق، لان الامام علي جسد الاخلاق الرفيعه للاسلام وللنبي محمد. شاهدي ليجعل ما يلقي الشيطان فتنتان للذين في قلوبهم مرض. يبقى بتوع المسلمين بقى اللي هم بالاسماء في قلوبهم ايه؟ مرض. اللي يقول لك انا اهتزيت يبقى في قلبه مرض، ضعف الايمان منتهي. والقاسية قلوبهم، والقاسي القلب ما عندوش قلب. وان الظالمين لفي شقاق بعيد. اسمع بقى، الظالمين دايما في اختلاف شديد، عايزين يصدوا عن سبيل الله ليل نهار. الظالمين بقى شفت الشيطان تحولت للظالمين ازاي؟ وان الظالمين، يبقى الذين على الفضائيات يبشرون القرآن يسميهم ايه؟ الظالمين الذين يحرصون على اضلالكم.